السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الأعزاء، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بصحة جيدة. مبروك عليكم هذا الشهر الفضيل، الله يبلغنا احنا وياكم إن شاء الله رمضان في صحة وسلامة وبكل ما كنتمنوا يا ربي ليكم ولوليداتكم. بغيت نشارك معكم إن شاء الله هاد الحوتة ديال البوري في الفرن اللي كتجي لذيذة في المذاق. ندوزو المقادير وطريقة ديال التحضير. عندي هنا واحد جوج ديال البصلات كبار مقطعين دوائر، جوج ديال حبات طماطم مقطعين دوائر، عندي الشعرية ديال الأرز درتها في المطايب، عندي فلفل أحمر وأخضر، وعندي هنا التوابل بابريكا أو تحميرة، قزبر عفوا الكمون، السكينجبير، الملح والخرقوم عرق والمليحة على حسب الذوق. هنا تحيد لي واحد المقطع ملي كنت كندير في العطرية، ضفت ليهم واحد العصير ديال الحامض وواحد القليل من زيت الزيتون والقزبر المعدنوس وتقريبا 4 أو 5 الفصوصة ديال الثوم محكوكين. صافي وخلطتهم ودخلت العطرية الحوتة مزيان. وهنا خديت واحد المقيلة غادي ندير فيها زيت الزيتون. هاد الحشوة هادي اللي غادي نعمر بها هاد الحوتة كتجي لذيذة. كنتمنى ان شاء الله تتابعوا الفيديو الى الاخير. هنا درت شوية الملح، شوية الكمون، شوية الخرقوم عرق، شوية سكينجبير، ضفتهم على ديك الزويتة والبوطة منقوصة على المهل. هنا خديت الجزر اللي حككته في الحكاكة، في الحكاكة الغليظة بشكل طولي على هاد الشكل هذا. غادي نخليه حتى يطيح بشويه بشويه وغادي نضيف ليه. المهم بالنسبه للحشوات ممكن ديروا اي حشوه حبيتو. هنا غادي نضيف الشامبينيون معلب، غادي تا هو يتشحر مع داك الريزو، هو اصلا ديجا مملح ومعلب يعني راه واجد، غادي يتصهد لينا مع ديك الخضر يطلق المذاق ديالو. ممكن تضيفوا هنايا شي حاجه ديال السمك مثلا الكالامار او القمرون، ممكن تعمروا بالحشوه اللي حبيتو. هنا ضفت الزيتون مقطع دوائر وغنضيف واحد الكميه من صلصه الصوجة، واحد الكميه قليله كتعطي واحد المذاق لذيذ لهاد الحشوه. وهنا الشعريه ديال الارز اللي استعملت غادي نقطعها بالمقص الخاص بالمطبخ، استعملت هذه النوعيه هذه. كتجي احسن. وغنضيف واحد الكميه ديال التوابل عليها وغنستمر في الخلط غير تاخذ لي ديك الاقامه. صافي وغادي نزولها من فوق النار. هنا ضفت شوية البابريكا، شوية الملح، شوية سكينجبير، خرقوم عرق، واحد الكمية ديال التوابل ديال العطرية ديال السمك اللي كتباع جاهزة خاصة بالبسطيلة ديال السمك، كتباع في القريعات عند مول المحلات، كتعطي واحد المذاق لذيذ لهاد الحشوة. ممكن هاد الحشوه تعمروا بها بريوات رمضان. صافي من بعد ما خدات لي الاقامه كامله ممكن تضيفوا الهريسه اللي بغى يضيفها اولا واحد طريف ديال صلصه الطماطم اللي حبيتو، انا ما ضفتهاش، بالنسبه اللي بغى يضيفها يضيفها. انا العطريه اللي تبقات لي على السمك، على السمك اللي عمرت سمك البوري بقات لي واحد الكميه، ضفت لها هنا زيت الزيتون ودرت منها في ديك البصله ومطيشة اللي غادي نستفهم في المول. انا ضفت واحد تقريبا نصف كاس ديال الماء على ديك العطريه اللي شاطت ليا. غادي نستف ديك البصله على هذا الشكل هذا. ممكن تقطعوها هلاليات، ممكن ديروا الخضر مكان البصله ومطيشه. انا بغيت ندير البصله ومطيشه كيجيو معلكين من بعد ما تيطيبوا،
كتبقى غير ديك الزويته وكيعطي واحد المذاق لذيذ لديك الحوته اللي درنا ديال البوري. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه، تبارك الله المغربيات كلهم حادقات وكلهم كيديروا هاد الاطباق هادو في الفرن، كيبقى غير اختلاف في بعض الاشياء وصافي. انا غادي نضيف الفلفل الاحمر والاخضر كيف قلت لكم تقطعوا على هذا الشكل هذا او لا بشكل هلاليات، قطعت على شكل دوائر. وغادي نجيب الحوته وغادي نوضعها في المول على هذا الشكل. انا فتحتها من الوسط اللي بغي من الامام ديالها من الخلف بحال ودرت لها هذوك الفلحات في الوسط باش دخلت معها العطريه مزيان وتشربات. ممكن لو بغيتو تضيفوا لها حتى الزعتر حتى هو كيعطيها واحد اللذه. انا كنعمر هذا باب الحشوه من الداخل، والحشوه راه ما غاديش تخرج، غادي تبقى في الداخل وغنثبتها بالكيغدو. هاد الحشوه كتجي لذيذه كيف قلت لكم لو بغيتو تضيفوا ليها قطع ديال الكالامار او القمرون، كتعطيها حتى واحد اللذه زوينه. انا اكتفيت غير بهاد الحشوه هذه، اللي بغى يضيف حتى القرعه كروجيت يضيفها، يعني الحشوه كتبقى لكم اختياريه، ضيفوا اللي حبيتو. هنا غادي نسد بداك الكيغدو من الجوانب، من بعد ملي غادي تطيب وغادي نخرجها داك الكيغدو غادي نزينو بالزيتون، ما غاديش يبقى باين بحال ما هكاك. غير حتى طيب ليا الحوته وكتبقى شاده باش ما تخرجش ديك الحشوه. انا ضفت واحد الكميه ديال زيت الزيتون، وغادي ندخلها للفرن يكون سخون ونخليها واحد المده. كيف كتشوفوا هنايا ما بقاش كيبان داك الماء، غتبقى حتى يبقى غير الزيت، عاد غنزولها. غناخذ هنايا واحد الصلصه ديال الطماطم اللي وجدتها في الدار مع ملعقه ديال مطيشه الحك، ضفت ليها واحد الكميه ديال زيت الزيتون، وغادي نضيفها هنايا فوق الطبق ديالي، وغادي نرجعها للفرن واحد شويه وغادي نزولها. كتعطي واحد التعليكه واحد البنه لهذا الطبق هذا. صافي من بعد ما خرجتها من الفرن هنايا غادي نضيف القزبر والمعدنوس طريين، ممكن اللي بغى يضيف الزعتر او الازير المنسمات اللي كتحبوا ممكن تضيفوهم وترجعوهم للفرن واحد شويه وتخرجوهم. الا متوفر عندكم الورق ديال الفرن والبابي الومنيوم ممكن تغطيوها، غادي تاخذ لكم وقت قليل في الطياب. هنا من بعد ما خرجتها زينت بطريفات ديال الحامض مصير وضفت واحد الكميه ديال الزيتون فوق داك الكيغدو، وحطيت ديك الكميه ديال الحشوه اللي شاطت ليا درتها في ديك الزليفه. والتزيين راه كيبقى لكم اختياري، ممكن تزينوا باي حاجه حبيتو وبالطريقه اللي بغيتو، والتقديم راه كيبقى لكم اختياري. المهم هذا هو الطبق اللي حبيت نشارك معكم اليوم، ممكن تقدموه ان شاء الله لمائده الافطار في رمضان مع بعض المقبلات. اللي عجبو الفيديو ما ينساش يبارطاجي مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده، هذا فضلا وليس امرا. وما تنسونيش من لي لايك والتعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا دائما، اللي بيها احنا مستمرين وكنقدموا لكم الجديد والمفيد. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه وعلى خطيكم عليا، وكنقول لكم عواشر مبروكه بالصحه والسلامه وبالرزق وطول العمر، بكل المتمنيات ان شاء الله يا ربي ليكم ولوليداتكم. وصلت معكم النهاية ديال الفيديو، وان شاء الله غادي نشارك معكم فيديوهات اخرين راهما موجودين غير مازال ما منطيتهم باش نشاركهم معكم. وكنقول لكم بالصحة والراحة، دامت لكم افراح ومسرات، والى فيديو لاحق ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اللهم اديمها نعمة واحفظها يا ربي من الزوال.